حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، وفي فقرتنا هذه وقفة مع أبرز فعاليات اللي بتشهدها قطرنا واللي بتشهدها إن شاء الله كل الفعاليات اللي بتصير إن شاء الله في هذه الفترة بإذن الله. إن شاء الله بنبدأها بالتوجه مشاهدينا إلى مركز المعارض، حيث تستمر فعاليات معرض الدوحة للكتاب 24 والذي يحقق نجاحا وأقبالا كبيرا في أيامه الأولى. مزيد من التفاصيل يوافينا بها نديبنا سفر الهاجري. مساك الله بالخير يا سفر، ولك الكلمة. مساك الله بالنور يا أحمد أنت وخالد، وحياكم الله أعزائي المشاهدين. أنا الآن متواجد في معرض الدوحة الدولي 24 للكتاب، وراح نسلط الضوء إن شاء الله على مهرجان الطفل اللي نظمه مركز أدب الطفل، ونستضيف إن شاء الله معنا أسماء الكواري مديرة هذا المركز لنتحدث إن شاء الله عن فعاليات هذا المهرجان. حيا الله يا أسماء. بداية أنا ودي تحدثيني عن كيف جاءت مثل هذه الفكرة، لأن الفكرة هذه تعتبر الأولى من نوعها. أهلا وسهلا فيك. طبعا هو مهرجان كتاب الطفل الأول، جاءت الفكرة صراحة من السنة الماضية بعد مشاركتنا للتعريف بمركز أدب الطفل، فوجدنا أن الناس متشوقة أو المعرض الكتاب يحتاج إلى دعم من ناحية فعاليات كتب الأطفال. كتاب الأطفال لا يتوقف عند قضية البيع والشراء، ولكن كتاب الطفل هناك عالم جميل وعالم ساحر يمكننا أن نستثمر فيه كتاب الطفل. كان التشوق وكان الحرص الشديد من أولياء الأمور والأطفال على هذه الفعاليات من خلال قسم صغير دافع كبير كان لنا أن نقيم هذا المهرجان وأن يكون بمستوى أكبر، والحمد لله. طيب أنا أيضاً ودي تحديني عن المهرجان وطبيعة الفعاليات اللي في المهرجان. طبعاً المهرجان والحمد لله، أولاً المهرجان هو منظم من قبل مركز أدب الطفل، ولكن بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والمجلس الأعلى للتعليم. المهرجان يتضمن 400 فعالية، هذه الفعالية مقسمة على 4 أقسام. القسم الأول من عمر 0 إلى عمر 5 سنوات، ولأول مرة تقدم فعاليات ليس في قطر فقط ولكن على مستوى الوطن العربي، أن يكون مهرجان كتاب الطفل ويعنى بهذه الفئة العمرية. ثم فئة الناشئين من عمر 6 سنوات إلى عمر 12 سنة، ثم فئة اليافعين من عمر 13 سنة إلى عمر 18 سنة، ثم فئة البالغين من عمر 19 سنة إلى عمر 101. ما شاء الله. طبعا هي ك 400 فعاليه ما نقدر نستعرضها لضيق الوقت، لكن انا اللي شد انتباهي اللي هو 101. ليش 101 بالضبط؟ طبعا استاذ سفر، اذا وجدنا او اذا رجعنا الى انفسنا وجدنا ان اجمل لحظات او اجمل الحكايه هي ما اتتنا من الجد والجده. لا تزال رائحه هذه الحكايه في اذهاننا، صوت هذه الحكاية موجودة، هي الحكاية التي نحملها معنا من عندما كنا صغارا إلى أن نكبر. فأهم جهة أو أهم شخصية تنقل لنا أدب الطفل في حقيقة الأمر هم الجد والجدة. لذلك كان حرص شديد أن تشمل فعاليات مهرجان كتاب الطفل أيضا فئة الكبار، بالإضافة إلى الجد والجدة، إلى المعلمين، إلى المربين، إلى المهتمين والأدباء أيضا. يعني نقدر نقول جميع أطياف المجتمع، ليس نعم. مخصص فقط على الطفل. نعم. طيب كيف تجدين الإقبال؟ بما أنه هو مثل ما ذكرت أنت أن أول سنة ممكن نقدر نقول انطلقت هذا المهرجان، كيف تجدين الإقبال؟ صراحة المهرجان في مرحلة الإعداد للمهرجان كان العدد الذي نرقب في استقباله هو صراحة 25,000 طفل. من بداية المهرجان إلى اليوم خلال الأربع أيام تقريباً قطينا 8,000 طفل والحمد لله، والإقبال متزايد. الإقبال ليس فقط عملية أنه يكون متزايداً، ولكن المتعة التي نحصل عليها من خلال حضور هذا الأطفال وأولياء أمورهم والمعلمين، هذا ما كنا نسعى إليه حقاً. نعم. أيضاً هل هناك جانب تنسيق مع المدارس بما أنكم أنتم متخصصين بمسألة الطفل، هل هناك تنسيق مع المدارس؟ طبعا مسألة المدارس يقوم بها المجلس الأعلى للتعليم، صراحة مشكورين على هذا الجهد. المهرجان لم يبدأ فقط من معرض الكتاب أو مع بداية فعاليات معرض الكتاب، ولكن المهرجان بدأ قبل معرض الكتاب بأسبوعين. كانت هناك قافلة تجوب المدارس، تمت تغطية تقريبا 20 مدرسة حول قطر للتعريف بالمهرجان، للتعريف بمعرض الكتاب، للتعريف بأهمية الكتاب. تم عمل ورش تدريبية لعدد كبير من الأطفال خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى هناك الموقع يمكن التواصل عن طريق موقع المهرجان cbfqatar.com ويمكن عملية التسجيل، وإحنا حاضرين لاستقبال أي مدرسة خلال فترة المهرجان أيضا. بالتوفيق إن شاء الله. طيب أهم الفعاليات والأنشطة التي تقومون فيها خلال يعني تواجدكم في معرض الدوحة الدول الكتاب؟ خلينا نقول إحنا جالسين نقدم فعاليات متميزة، ليس أنا لا أتحدث عن مركز أدب الطفل في هذا الحالة. عند الإعداد لمهرجان كتاب الطفل نحن درسنا تقريباً 20 مهرجان لكتاب الطفل في على مستوى العالم. بدأنا نبحث عن التميز، بدأنا نبحث عن الأفضل، بدأنا نبحث ماذا نقدم نحن ليكون جديد، لتكون لنا بصمة في هذا المهرجان. هناك العديد من الفعاليات التي أنا أسميها هي وليدة المهرجان، أصيلة بالمهرجان، لم تقدم في أي مكان آخر. لدينا فعالية السفراء يقرؤون مع الأطفال، تقريباً معنا 9 سفراء يقرؤون مع الأطفال. ليس الهدف أن يكون السفير قارئ أو يكون راوي، ليس هذا هو الهدف، ولكن هو الهدف أن نغرس القيمة، أن هذا الطفل عندما يجد السفراء يقرؤون مع الأطفال هذه قيمة كبيرة إحنا جالسين نقدمها للطفل. لدينا فعاليات كثيرة ما فيني أحصرها، ولكن جميع الفعاليات صراحة متميزة. من الأفكار المقدمة كأفكار جديدة صراحة لم تطرح من قبل، تصميم أزياء من خلال القصص، الطفل يقرأ القصة ويسرح بخياله، هو من يصمم الأزياء للشخصيات. لدينا رواية القصة بالعربي وبالإنجليزي، نقدم لأول مرة في قطر حكاية بالأوريغامي، يمكن إذا تعرف فن طي الورق. نقدم حكايات على الهواء، الرسام يرسم القصة وفي نفس الوقت يقدم القصة. كثير من الفعاليات لم تطرح على مستوى الوطن العربي، هناك فعاليات مطروحة في العالم ولكن في كثير منها لم يطرح على مستوى الوطن العربي. أيضا أنا ودي تحدثينا أيضا عن الفئة اللي هم الغالين على قلوبنا للأمانة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أتصور أن لكم اهتمام أو دور بارز في مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة، لو تحدثينا. طبعا إحنا في ثاني يوم من المهرجان استقبلنا المدرسة السمعية، صراحة يعني كان حضورهم يثلج الصدر، كان أمر رائع. أن حتى هم لما كانوا جايين كانوا متحفظين كيف تتقدمون لنا الفعاليات، قدمت حكاية كاملة فقط باستخدام لغة الجسد، لا تتخيل التفاعل اللي كان موجود. أنا ما أقول لك بلغة الإشارة، لأن الراوي اللي عندما قدم القصة هو لا يعرف لغة الإشارة، ولكن هو قدمها بلغة الجسد، بمبالغة لغة الجسد أيضا. كان تفاعل كبير كبير صراحة، وحتى هم طلبونا وتوسلوا إلينا أن نقوم بإعداد برنامج خاص لهم. بالفعل سننفذ لهم برنامج خلال فترة المهرجان خاص بالمدرسة السمعية. لدينا محاضرة خاصة بالكتب الخاصة بفئة المكفوفين. فئة المكفوفين لازلنا نحن في وطن العربي نكتفي أن بكتاب المكفوف هو الكتاب الذي يكتب بلغة برايل، أن يستطيع الطفل قراءته عن طريق الملمس. لا، كتاب الطفل يبد أن يكون أقوى وأكثر متعة من ذلك. أكبر شركة عالمية هي من ستقدم هذه المحاضرة، كيف أجعل كتب الأطفال كتب جاذبة، كتب الأطفال المكفوفين كتب جاذبة وكتب ممتعة لهم، كيف يمكنني أنا كولي أمر أصنع كتاب طفل المكفوفين، كيف نحن في قطر نستطيع أن نصنع كتاب المكفوفين. بالفعل هذه راح تكون بادرة جميلة حضور هذه المحاضرة، وهذه من الشركات القوية جدا في صناعة كتب المكفوفين. نعم، كل الشكر لأسماء الكواري مدير مركز أدب الطفل، ومثل ما سمعنا أعزائي المشاهدين، وهذه أيضا دعوة عامة للجمهور لحضور مهرجان كتاب الطفل الأول. هذا كل اللي عندي يا خالد وأحمد، وعودة للاستديو. شكرا لك سفر على هذه المعلومات، وايضا نوه انه تزامن مع معرض الكتاب يتم ايضا تنظيم برنامج للترجمه الادبيه يمتد على مدى 5 أيام تتخلله نقاشات مفيده للجميع. نعم، لازم نزور هالمعرض صراحه ان شاء الله باذن الله. انا والله يعني دائما احرص يعني لما تكون معرض الكتب دائما يعني احب اكون متواجد فيها واخذ وقتي استمتع وانا ادور واقعد يعني اخذ الكتب واقعد اتصفح. ان شاء الله احمد اوديك معي اخلي لك العدوى تنتقل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. ونبغى في الاجواء الثقافيه، حيث افتتحت اداره سوق واقف مزاد علني لهواة التحف والمقتنيات القديمه، علما ان المزاد سينظم بشكل اسبوعي عصر كل يوم جمعه وهو مفتوح للجميع.
تفاصيل المزاد في التقرير التالي. بداية نشكر إدارة سوق واقف على إتاحة الفرصة لنا وللهواة وللتجار لعرض المواد التراثية والأنتيك والتحف. طبعا المزاد راح يكون بشكل أسبوعي عصرية كل جمعة، والمجال مفتوح للجميع سواء للمشاركة بالبيع أو بالشراء. طبعا ننتقي الأشياء القديمة، ركزنا بشكل أكثر على الموروث الشعبي والتحف التراثية، وكما يضم المزاد بعد ما يمنع أنه يكون موجود فيه القطع الإسلامية. أنا مشارك ببعض القطع التراثية ومشارك بعدد من الدراهم العباسية كمشاركة للجانب الإسلامي في الهواية. الحمد لله يعني عندنا شباب قطري مهتم يعني في جانب التراث وفي الجانب الفن الإسلامي وفي المسكوكات تحديدا. يعني احنا كهواة يعني كنا نضطر نسافر لبلدان مجاورة او برا لحضور بعض المزادات. اخونا جاسم المهندي بكل أمانة وبكل مصداقية اثبت جدارته في إدارة هالنوع من المزادات، ومزادات اكبر طبعا، ولكن هذا مزاد يعني اول يعتبر هنا في سوق واقف في منطقة مفتوحة. الكل يعرف ما شاء الله صيت سوق واقف، وصل لكل رجاء الوطن العربي إذا مش العالمية. هو تمركز التراث، هو تمركز الفعاليات، وأي سايح ما حضر سوق واقف كأنه ما زار قطر. هذا اللي خلانا نسعى لإقامة المزاد في سوق واقف. مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير اللي طلع لنا يعني المزاد اللي صار. الأمانة أنا انبهرت وشفت مثل هذا الشيء، يعني فعلا أنا فخور أن يكون في مكان مفتوح مثل هذا، ويمكن الشيء يكون أحمد جديد هني علينا، وحلو أن أنت تروح وتقعد تعرف عيالك والناس الموجودين. في عندنا مقتنيات قديمة ولا بد أن نحافظ عليها. وغير هذا خالد يعني وفر على الهواة، بدل لا يطلع برا ويروح انه على اساس انه يشتري قطع او انه يكمل المجموعه اللي عنده من القطع. نعم. خلاص صار المزاد هنا موجود. صحيح. صراحه يشكرون عليه، وايضا هالهواية راح تزيد ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله عند النشأ اللي توهم طالعين اللي توهم طالعين بيجمعون بيحبون هالاشياء باذن الله. احمد ان شاء الله مشاهدينا بعد الفاصل ان شاء الله بنتابع فعاليات بطوله الشرطه الدوليه الثالثه لاختراق الضاحيه.